اليوم هي العودة، رانا فرحانين بزاف. عدنا من بوابة دار الثقافة، إحياء عروض جميلة للأطفال، مرحبا بهم. ماذا بينا يكونوا عروض هكا باش الأطفال يفرحوا، وحنا تاني كنفرحوا، حتى الفنانين يفرحوا، وكلنا نتهناو شوية من هذا الفيروس تاع كورونا. اتباع بروتوكول صحي بتقليص طاقة استيعاب القاعة، يعني اقتصرنا كما لاحظتم على التباعد الجسدي بين الجمهور بين الأطفال.